بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء الموافق 30/9 من مجزر البساتين تم تحميل البراد بحمولة 16 طن من لحوم سكوك الأضاحي للمحافظات الآتية: أسيوط 4 طن، وسوهاج 4 طن، وقنا 4 طن، والأقصر 4 طن. كما تم تحميل سيارة المنيا بحمولة 4 طن، وذلك لتوصيلهم جميعا للسادة وكلاء الوزارة وتوزيعهم للأسر الأولى بالرعاية، وشكراً.